السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير. اليوم مع وصفة جديدة لأكلة بسيطة وسهلة في المقلاة، توجد بسرعة كغداء أو عشاء. تابعوا معي الفيديو باش تعرفوا كامل التفاصيل. بسم الله. عملت بطاطا طيب مع شوية تاع الملح، عملوها على نار متوسطة باش هايدا ما تنحلش في الماء، لما تبدا تغلي ما تنحلكمش في الماء كي تعملوها على نار متوسطة. عملت القليل من الزيت يسخن وقطعت بصلتين متوسطين، نعملهم الآن يتقلاو. نضيف معاهم رشة تاع الملح، ما نكتروش بزاف لأني عملت البطاطا باش ما تجيناش أكلة مالحة بزاف. عندي شوية تاع الكفتة حرجتها، نعمل فيها شوية تاع البصل، فلفل أسود، فلفل أحمر، وشوية تاع الملح، وفي الأخير دوك نزيد لها شوية تاع المعنوس لما طيب. البطاطا طابت وصفيتها، كذلك الكفتة خليتها تقلات مليح مع البصل، وهنا عندي البصل اللي تقلات حتى هي خليتها حتى خدات اللون ذهبي. عندي 4 حبات تاع البيض، نزيد معاهم الكفتة والبصل اللي قلينا، خلط كل شيء. مع هاد البيض نزيد البطاطا ونحرك كل شيء. هيدا عملوا البيض على حساب الكمية تاع البطاطا. تنجمو تسبلو الكفتة بالطون ولا بقطعة تاع الدجاج ولا كفتة تاع الدجاج، ولا متعملو والو ثاني تجي لذيذة. في مقلاة عملت شوية تاع الزيت مع شوية تاع الزبدة الدوب، يعني ندوب في الزبدة. لما ذابت الزبدة نحركها مليح هيدا، ندهن الجوانب. هاد المقلاة غير قابلة للالتصاق. نفرغ نصف الكمية اللي عندي، اللي يحب يعمل غير الزيت يعمل الزيت، اللي يحب غير الزبدة يعمل كذلك الزبدة فقط. انا حبيت نخلط بيناتهم. شوفوا الزيت اللي تكون بنينة باش يجيكم الاكل بنين. نضيف كذلك قطع من الجبن، عملوا الجبن اللي تحبوه واللي يكون عندكم متوفر في البيت. الان نضيف الكميه المتبقيه تاع البطاطا، نغطي بها الجبن. تنجمو تعملوا حتى 2 انواع ولا 3 تاع الجبن اللي يكون متوفر عندكم. إذا ما كاش عندكم الجبن والكفتة استغناو عليهم. هذه فكرة بسيطة للعشاء، تنجمو تدخلوها حتى الفرن. باش نعرفوها بلي طابت من تحت نشوفو هيدا الجوانب، شوفو معايا حمارو خداو لون ذهبي من تحت. الان نقلبوها. هذه هي من بعد ما قلبتها، الان نردها على النار ونخليها تزيد تطيب من الجهه التحتانيه. لما تكون طيب حركوها هيدا، هيدا تاخذ شكل دائري. اذا تخافوا تعاود تلصق لكم قبل ما تحطوها على الوجه الاخر، دهنوا شويه تاع الزيت من تحت. انا كانت بقيت لي كميه تاع الزيت مع وجد انت. الان نقلبها هكذا كما راكم تشوفوا. هذه هي الاكله تاعنا كغداء او عشاء، تجي خفيفه وسريعه، توجد بسرعه بدون قلي البطاطا، اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت. لا عجبته الوصفه يعمل اشتراك ويفعل جرس ليصله كل جديد فضلا وليس امرا. لا تنسوا باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.